ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جايين نعمل اثبات سحب من موقع ايكو انفست. تمام، استثمار المال بيدفع لكل الناس. الموقع ولو لسه أول مرة تشوف القناة ما تبخلش على بالنسبة للناس اللي ملها من الموقع شغال وبيدفع ومتقلقوش منه. تمام، كل الرادوات هتلاقيها في صندوق الوصف بالتفصيل، شرح الموقع كامل بالتفصيل. تمام، الرابط هتلاقيها في لينك أسفل. احنا عملنا سحب النهاردة ب$6. تمام، هتنزل في القايمة كده، تمام، $6 بتاريخ اليوم 19/9، تمام، 5/5. تمام، والسحب وصل لنا على محفظة البيع. نضغط على لوجن، دلوقتي انا في رصيد الحساب بتاعي $95. تمام، وبيقول لاست ويز درو في اخر الصفحة. نخش على المعاملات عشان تشوف المعاملات بتاعتك وانت ربحت قد ايه وتتابع ارباحك في الموقع. بتطلع دول بتضغط على ستوري، هنا بيجيب لك بقى كل الأرباح اللي انت بتكسبها. تمام، وتاريخ المعاملات والإيداع والسحب وكل حاجة. السحب بقيمة $6. تمام، نروح على البير عشان نتأكد من السحب برضو. تمام، رصيد اهوت $6 وصلوا لي. تمام، نحدث الصفحة ونضغط على اخر معاملات اهو. تمام، السحب بكام؟ $6 اهو. تمام، ودي رقم المعاملة، وبيجيب لك رقم محفظة الموقع اللي هو اخره 1295، ده اللي بتعمله ايداع عليه. تمام، وهنعمل دلوقتي السحب تاني بقيمة $6. تمام، طريقة السحب تضغط على الـ3 شروط دول، تضغط على ويزدرو، انا عامل ايداع في الموقع بمحفظة الباير. تمام،
بنضغط على ريكويست يعني طلب السحب. تمام، بيقول لك احنا هنا بنضيف لك الـ6 دولار وما بناخدش اي عمولة. تمام، عشان نتأكد من ان الطلب انضاف. تمام، بنضغط على الـ3 شرط دول. بعد كده نضغط على لوحة القيادة داشبورد، والرصيد كان 95 دولار، بقى كام؟ 89 دولار و62 سنت. تمام، ولو عايزين نتأكد تاني برضو من الطلب بنضغط على هيستوري المعاملات يعني. وهتلاقي الطلب السحب انضاف ايه في المعاملات بتاعتك. تمام، ودي كل حاجة عن حلقة النهاردة. تمام، عن فيديو النهاردة. تمام، وكل روابط الشرح، شرح الموقع هتلاقيه في صندوق الوصف اسفل الفيديو في كلمة تشغيل. بالنسبة للموقع بطريقة السحب وطريقة الايداع وشرح الموقع هتلاقيها في صندوق الوصف اسفل الفيديو. تمام، عاملين احنا كلمة تشغيل بالنسبة للموقع. الموقع شغال وبيدفع وامن للناس كلها، الناس بتعمل ايداعات وسحبات والموقع شغال ومستمر. ودي كل حاجة عن حلقة النهاردة، ولو عجبوا الفيديو ما تبخلش علينا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. For watching. Please like, share, subscribe. Don't forget to press bell icon.